السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أجهز معاكم أول وصفات اليوم، وهي أصابع البقلاوة بالفستق. راح أحط على الفستق مية مغلية ونغليه شوية عشان أقشره، بس لمدة دقيقتين، وبنشيله على النار بس يبرد بنقشره. بعد ما انسلق بكل سهولة راح أقشره، راح أقشر كل الكمية وأرجع لكم. بعد ما قشرت الفستق راح أحمصه شوية على النار، التحميص بيعطيه نكهة لذيذة وبنشف المية اللي فيها. بعد ما حمصت الفستق راح اطحنه، ولا تنعمه كتير، خلو فيه شوية خشونة. راح احط على الفستق تقريبا معلقة سكر ومعلقة نص كده، بس ما حكتر مع الزهر اللي عندي، جدا مركز ما حكتر. راح احركهم بسرعة. عندي عجينة الجلاش، طبعا راح ناخد ورقة ورقة، وعندي هذا العود الخشبي، وصلت التنين سوا عشان يكفيني لأنه واحد قصير. راح نغطي الباقي بنجف. راح نرش الفستق على العجينة بهالطريقة. قطعت العجينة الاثنين، راح أبدأ ألف كده العجينة على العود الخشبي. تتحكم أنت بالحجم. بعدين كده على العود. راح انزلها بالصينية. بعد ما لفيتها قطعتها أصابع. عندي هنا سمن فارم ذوبته بالميكروويف، راح احط عليها. بتقدروا تخلطوا معاه زبده زي ما تحبوا، انا بس راح احط الذ بنكهه السمن. حطيتها بالفرن على درجه حراره جدا واطيه، يعني 140-150، او ممكن ترفعوا الرف اذا الفرن عندك جدا حامي. وراح اخبزها. راح اسوي شيره ثقيله، كوب سكر، نص كوب ميه، ومعلقه كبيره ليمون. بس تغلي راح اخليها 10 دقائق وبس. راح اسقي الشيره بعد ما تحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي عشان الصحن ازاز، انتبهوا شوي شوي. طبعا ولعت من فوق وانا واقفه لان خلاص هو تقريبا تحمر.